امرأة عراقية مسنة تثير الضجة والجدل والانقسام بالرأي العام بين مؤيدي رجل الدين السيد مقتدى الصدر وآخرون من المعارضين وهم أنصار الإطار التنسيقي. السيدة ظهرت إلى جانب رشاشتها في مقطع فيديو مصور انتشر بشكل لافت في منصات التواصل الاجتماعي وهي توجه رسالة عفوية إلى معارضي ومنتقدي السيد مقتدى الصدر، مطالبة إياهم بكف شره ونيران غضبهم على السيد. كيف وجهت تلك الرسالة؟ فلنسمع من على لسان تلك الامرأة المسنة والتي كانت تجلس بجوار السلاح. يوم بعد روحي احنا جايينكم ماشيين الله عليكم وماشيين كل من بالبخت تكفونا شركم واحنا ما نجود بعد صغار وكبار كل احنا بداية للسيد وانا احنا اذكية من اهل العمارة خافوا تقولون ضام روحي صغار وكبار وفروخنا وبيوتنا وحمارنا كل احنا في دولة السيد. السيد ما بالباطل ما يحكي بباطل يحكي بالحق واحنا اريد الحق بس كم كافي شبيكم احنا هم اخوانكم شبيكم بس ان الطمع شبي من خير احنا كل احنا انتويت لابو عبد الله كل احنا فداية جيتهم محمد عروة الدين كل احنا صغار وكبار لا تقولوا متهمون اعتبروا خوفتونا كل احنا فداية للسيد وللوطن احنا كل دهرنا هالنحارج وهالنسوي انتم يا هي جابلكم الوطن يا هي جابلكم مو فايز من جابت الوطن صيروا عدكم الثانية صيروا عدكم ردوا للوجدان وللبخات وللحق الحق هذا حق الله يا. صغار كبار بيوتنا وحلالنا ومستقبلنا كل فداء للإمام الحسين والسيد مقتدى الصدر وما نجوز لا والله. المسنة هذه وهي من العمارة بطيبة قلبها وعفويتها وبنيتها البسيطة دعت المعارضين إلى التراجع والاقتداء بالسيد وكفاية التسابق على الأطماع والمناصب. مقطع الفيديو المصور لهذه الحاجة يأتي بالتزامن مع استمرار الاحتجاجات الشعبية والاعتصامات لأنصار التيار في المنطقة الخضراء لليوم الخامس على التوالي تلبية لنداء السيد. ولاقى مقطع الفيديو المصور ردود أفعال كثيرة وكومنتات، اخترنا لكم بعضا من تلك التعليقات سنقرأها جميعا وكيف جاءت كرد فعل على ما تفضلت به تلك السيدة العمارتلية وماذا قالت. ونبدأ مع التعليق الأول من سجاد، يقول سجاد الخفاجي والنعم منك حجية فعلا تتكحل العين بيتش وحياة الله بنت صول ومن أهل العمارة، بس شنو الموضوع حجية؟ السيد هو بيده كل شيء، وزارات مدراء عامين وخير من الله، أصلا هو أبو الدولة، منو يوصل؟ خافي على روحك. علاء الفريجي أدلى بتعليقه فقال تسوالها ألف شارب هالحجية. إيه والله أروح فدوة لهاي فطرتش وطيبة قلبش. والله صح الطمع ما يفيد بس حجية عدهم عمقلوب. هناك أيضا تعليق آخر من سمية الجبوري قالت في تعليقها فقه العجائز لا يقل خطرا عن فقه الدين. حجية آخر أيام باقي لك، روحي ذكري الله سبحانه وتعالى وعوف السياسة. طبعا الأعمار بيد الله ولا يجوز لأحد يحدد مصير شخص آخر لا بتعليق ولا بدعاء ولا بأي شيء آخر. عموما هذا تعليق يعبر عن وجهة نظر من كتب التعليق فقط. تعليق آخر من سهام، تقول سهام في تعليقها يما فدوى الحلقك ينقط عسل وخير، أدعو من الله يخليك ويطول بعمرك يا رب. تعليق آخر من كرار الموسوي يقول كرار فدوى للسيد مو فدوى للعراق، حتى انت حجية ولا اتش مو للبلد حجية. 20 سنة السيد بالحكم وماكو رئيس وزراء أو وزير إلا بموافقته واستلم عدة وزارات وفهمك كفاية.